دولية، كرة وصلت الآن في وسط أرضية الملعب موريانتوس، من افتتح نعم الأهداف في نهائي دوري الأبطال في عام 2000 أمام فالنسيا. لكن هنا رونالدو، هنا رونالدو يحاول، يا سلام، زيزو، زين الدين زيدان، يبدأ الاحتفال، يبدأ الكرنفال هنا في هذا اللقاء بتصويبة يسارية في هذه اللحظات عن طريق زيدان، عن طريق هنا زين الدين، عن طريق الإمبراطور، عن طريق الأستاذ في هذه اللحظات يسجل أولى أهداف شوط المباراة الأول. زيدان يلعب، يعني الملعب ينور والكاميرا تصور، شوف زيدان، شوف التقدم، شوف هنا، نعم روض باليمين وصوب باليسار في اللقطة الماضية، بالتالي هنا هدف مدريدي أول. على فكرة هو سجل أمام اليوفي أيضا بنفس هذه الطريقة، بنفس هذه الطريقة هدف أول يأتي لصالح ريال مدريد هنا في شوط المباراة الأول عن طريق النجم الفرنسي. هدف التعادل يأتي من تصويبة جميلة من خافير زانيتي، زانيتي يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات، خافير من تصويبة من مسافة بعيدة يقرب المسافة وبالتالي يسجل هدف التعادل، النجم الأرجنتيني الكبير خافير زانيتي يسجل أولى أهداف النيراتزوري في هذا اللقاء من تصويبة في الدقيقة 25 من شوط المباراة الأول. شوف الاستلام والتصويب بقدم يمينية قوية في اللقطة الماضية، نعم وصلت إلى المرمى، وصلت إلى الشباك، أعلنت عن هدف التعادل هنا لصالح الإنتر. بوتراجينو يسقط لكن حكم المباراة أيضا لا يختلف للسقوط في اللقطة الماضية. العرقلة كانت، لا سقط لحالة، سقط لحالة في اللقطة الماضية. كرة تعود لها من جديد في الجهة اليمنى، العرضية، العرضية تأتي، إيفان بيريز بالراس، جول، جول، أوه هدف مدريدي ملكي ثاني عن طريق إيفان بيريز، يسجل هدف آخر لريال مدريد في هذه المباراة، إنه الهدف الثاني، العرضية من ميشيل سالجادو والراسية من إيفان بيريز تعطي الفرحة المدريدية الثانية. هنا باجي لوكا يناظر وإيفان بيريز يحتفل في هذه اللحظات بتسجيل للهدف الثاني في شوط المباراة الثاني. شوفون التمريرة والكرة والعرثية من سالجادو على إيفان، على رأس إيفان بيريز، هو من بدأها، هو من حولها في الجهة اليمنى في اللقطة الماضية، العرثية مثالية والرأسية نعم كانت أيضا مثالية من جانب اللاعب إيفان بيريز، سجل فيها الهدف الثاني لصالح الإنتر في هذه اللحظات في الدقيقة 77. محاولة إلى الأمام، كرة ما زالت الآن في الجهة اليمنى إلى زانيتي، شوف زانيتي، شوف الدقيقة، شوف الآن الدقيقة كم، وشوف زانيتي هو اللي عرض، وهنا الهدف الإنتراوي الثاني، انتر ميلان يسجل هدف ثاني في شوط المباراة الثاني بكرة عرضية، بكرة عرضية من خافير زانيتي، وهدف آخر يأتي لصالح الانترستا، لصالح النيراتزوري عن طريق اللاعب والنجم اليوناني شوتوس الذي يسجل الهدف الثاني لكتيبة النيراتزوري، هدف للانتر ثاني، عرضية خافير زانيتي تلقى راسية حقيقة أيضا مثالية في اللقطة الماضية، ودها في الزاوية البعيدة، في الزاوية نعم البعيدة في اللقطة الماضية، الكرة وصلت في المرمى، أعلنت عن ثاني الأهداف للإنتر ورابع أهداف المباراة.